في داخل كل منا بركان خامل أو على وشك الثورة تملأه حمم الرغبة التي تفور في القاع، يرنو ببصره نحو قمة الفوهة ليخرج إلى سماء التنفيذ فلا يستطيع، يعلم أنه يحتاج إلى همة، فملأ قلبه بهموم أطلقت همته نحو القمة. فاشحن همتك واملأ قلبك بهموم الدين والدنيا والآخرة، وكلما زاد همك زادت همتك، واعلم أنه على قدر الهم تكون الهمة. على قدر الهم تكون الهمة، هي دي يا جماعة الحلقة الأخيرة اللي هنختم بيها الموسم الأول بتاعنا يا جماعة من برنامج همة. كنا خلال ال 15 حلقة الأولين يا جماعة بنتكلم عن أهم المعاني اللي لازم تكون مغروسة في قلب أي إنسان عالي الهمة، وال 15 حلقة الجايين إن شاء الله يا جماعة هنتكلم فيها عن أهم الهموم اللي لازم تكون محمولة في قلبك ومتشالة في عقلك عشان تقدر تكون إنسان عالي الهمة. عاوزين نتكلم يا جماعة عن معاني وهموم مهمة قوي لازم تكون فاهمها كويس قوي، لأن على قد ما هذه الهموم قوية في قلبك على قد ما هتكون همتك عالية. هات ورقة وقلم يا جماعة وتعالوا نعد مع بعض. أول حاجة يا جماعة وأول هم لازم يكون موجود عندنا يا جماعة هو هم لقاء الله، هم العرض على الله، إنك هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. وفي ناس يا جماعة صالحين ويدخلوا الجنة، ولكن من شدة خجلهم من سؤال ربنا سبحانه وتعالى لبعض معاصي السر سيسقط من الخجل لحم وجوههم. والله يا جماعة أنا وأنا بسمع الحديث ده لأول مرة كان هيسقط لحم وجهي من الخوف والخجل. فأهم هم لازم تاخد بالك منه وتشيل همه كويس قوي هو هم لقاء الله. يا ترى لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسدل عليك ستره هيقول لك إيه وهتقول إيه؟ تاني هم يا جماعة هو هم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين يا جماعة نشوف النبي فين صلى الله عليه وسلم؟ هنشوفه على الحوض. يا ترى يا جماعة ساعة ما نشوف من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم وجايين نجري عليه لقاء النبي، يا ترى وإحنا بنجري على النبي صلى الله عليه وسلم هيقبل علينا، ولا هنلاقي الملائكة بتحجزنا عنه وتقول سحقا سحقا لمن بدل ومن غير، يا رسول الله إنك لا تعلم ما أحدثه بعدك. فدي حاجة لازم تشيل همها، يا ترى أنت ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجد ومتبع سنته في أفعاله وكلامه بجد، ولا أنت مقصر؟ فتاني حاجة لازم تشيل همها هم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة يا جماعة هم لقاء الصحابة. شوفوا إحنا في العمرة وإحنا بنشوف بنعدي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فده في الدنيا، تخيل بقى يوم القيامة لما أنت هتقابلهم بجد، لما تقابل سيدنا أبو بكر بجد وتقابل سيدنا عمر بجد وتشوف سيدنا مصعب وسيدنا عثمان وسيدنا علي. هم لقاء الصحابة اللي فانوا أعمارهم من أجل خدمة ونصرة هذا الدين، يا ترى هيقولوا عليك إيه لما يجوا يتباهوا بخدمتهم لهذا الدين؟ إيه اللي أنت هتقوله في هذه المجالس؟ بعد كده يا جماعة هم لقاء الإسلام زي ما اتكلمنا عنها قبل كده، نقطة إن لما يأتي الإسلام على كل رجل ويقول له مقالة، يا ترى لما أنت هتقابل هذا الدين هتقول له إيه وهيقول لك إيه؟ هيقول لك جزاك الله عني خيرا ولا لا جزاك الله عني خيرا وأنت قصرت في حقي؟ بعد كده هم لقاء القرآن. القرآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا ترى القرآن هيبقى شفيعك يوم القيامة وهياخدك من إيدك ويوصلك الفردوس الأعلى، ولا هتبقى من الناس اللي كانوا مقصرين وهجرين القرآن؟ فلازم تفكر هم لقاء القرآن. القرآن ده أنت هتقابله يوم القيامة متجسد في وجه رجل شاحب الوجه، فيا ترى شايل هم اليوم ده ولا لا؟ بعد كده يا جماعة عاوزين نفكر في هم لقاء ملك الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إنك يا إما تشوفه على هيئة أجمل صورة ويكون الملائكة موجودة في أجمل هيئة، يا إما يكون في أصعب وأشد هيئة هو والملائكة، فلازم تشيل هم لقاء ملك الموت. وكذلك هم الخاتمة وسكرات الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت. لو كان حد هيتعافى منها يا جماعة كان يتعافى منها النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تحمل هم الفزع يوم القيامة ومن قبلها القبر، هم القبر وهم جليس القبر وهم عذاب القبر، يا ترى هيكون روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ ويوم البعث وانت خارج من قبرك ده
يا ترى يا رب هتكون من الذين يخرجون من قبورهم الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، ولا هتبقى كالجراد المنتشر اللي خايف من أهوال يوم القيامة؟ لازم تشيل هم الكلام ده كويس قوي، من هموم اللي لازم تحطها في قلبك هم الحساب، وبعد هم الحساب هم الميزان. لما سيدنا داود أعبد البشر لما رأى الميزان أغشي عليه وقال يا رب أن هذا هملة، ده إزاي لما الكفة الواحدة بس كما بين السماء والأرض، فإزاي أنت هتملأ الكفة دي؟ ولكن لو رب سبحانه وتعالى رضى عنك هيملها لك برحمته. بعد كده لازم تشيل هم القنطرة، القنطرة اللي بعد ما انت بتعدي على الصراط، واتكلمنا على الصراط في حلقة هم درجات عند الله، يا ترى هتعدي على طول وسرعتك ونورك هيكونوا عاملين ازاي؟ وبعد ما تعدي ووصلت للقنطرة وواقف على باب الجنة وبيفصلك دقائق وساعات على دخول الجنة، يا ترى هتدخل ولا بسبب الذنوب ومظالم العباد هترجع بيك وتلقى في جهنم؟ هموم كبيرة قوي يا جماعة لازم نخلي بالنا منها. يا ترى وقت ما تتفتح أبواب الجنة ويدخل أبواب ويدخل أهل الجنة الجنة هتبقى أنت فين؟ يا ترى هتكون من أهل النار والعوذ بالله، ولا هتكون من أهل الأعراف اللي شايف ده هو بيدخل هنا وده هو بيدخل هنا ومش عارف مصيره إيه؟ يا جماعة مجموعة من الهموم المهمة قوي اللي لازم تكون منعقدة في قلبك، لازم تكون فاكرها كويس قوي، وتعرف إن رب سبحانه وتعالى قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، إنك تبقى فاكر الهموم دي على قدر ما أنت فاكرها على قدر ما هتكون همتك. ده كان الموسم الأول معانا يا جماعة في رمضان السنة دي، وعقبال إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم كل الناس اللي تابعت السلسلة من أولها لآخرها ويرفع همتنا جميعا إن شاء الله، ونتقابل في الهموم التي ترفع الهمة، فعلى قدر الهم تكون الهمة. ربنا يا رب يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في الفردوس الأعلى وإنتم بأعلى همة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.